الصباحي، مدير مجلة محاكمة، مجلة فصلية متخصصة تعنى بالدراسات القانونية. تواجدي بجناح المملكة العربية السعودية جاء في إطار السياق توقيع على بعض المراجع الهامة لزميلتي لأختي الفاضلة الدكتورة أمينة رضوان، حيث من خلال هذه الجلسة حاولت قدر المستطاع إعطاء قراءة بسيطة لمرجع هام يتعلق الأمر بالاجتهاد القضائي في مدونة الشغل. والمتتبع لهذا المرجع يتبين أنه جاء بحبلة بمجموعة من الأحكام ومجموعة من القرارات القضائية التي حاولت قدر الإمكان الإجابة عن مجموعة من الإشكاليات العملية. لذلك فإن هذا الكتاب سيشكل مرجعا هاما بالنسبة للقاضي وبالنسبة للباحث وبالنسبة للمحامي، إذن فهو قيمة مضافة للخزانة المغربية. إذن هذا المولود الجديد لا بد من قراءته ولا بد من تصفح أوراقه ومعطياته. إذن فهنيئا لزميلتي الدكتورة أمينة رضوان بهذا المرجع الذي سيشكل لا محالة ثروة فقهية منشودة. والسلام عليكم ورحمة الله.